السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوتي الكرام أخوتي الفضلات، مثل ما وعدناكم في المحاضرة السابقة راح نتحدث اليوم عن بعض الأمثلة عن الـ Dynamic Memory Allocation اللي هي نقصد بها خوارزميات الـ Best Fit والـ First Fit والـ Worst Fit. عادة السؤال يأتي يعني لهذا النوع من الخوارزميات بالشكل التالي، أنه إذا كان لديك 5 قطع من الذاكرة متوفرة حاليا اللي هي 100 كيلو بت، 500 كيلو بت، 200، 300 و600 in order بالتسلسل يعني في الذاكرة الرئيسية، what would be the first fit, best fit and worst fit algorithms, places, processes اللي هذان هن موجودات. يعني كيف ستقوم خوارزمية الفيرست فيت والبيست فيت والورست فيت بوضع هذه العمليات في هذه الفجوات. العملية الأولى حجمها 212 كيلو بايت، العملية الثانية حجمها 417، 112 و426 أيضا in order بالتسلسل يعني وصلت لنا هذه العمليات بهذا التسلسل إلى الذاكرة الرئيسية. كيف سيقوم نظام التشغيل باستخدام هذه الخوارزميات بوضع هذه العمليات في داخل هذه الفجوات؟ وطبعا ما هي أفضل خوارزمية يعني من حيث استغلال الذاكرة؟ بالنسبة للفيرست فيت سيأخذ كل واحدة من هذه العمليات ويبحث عن أول فجوة كافية مناسبة لها. يعني هنا طبعا هذه عندنا أول عملية حجمها 212 كيلو بايت، راح يأتي إلى هذه السلسلة من الفجوات. أول واحدة 100 هي غير كافية لل 212 لأنه أقل من عندها، فال 500 راح تكون طبعا أفضل يعني كافية لل 212 وهي يعني أول فجوة كافية للعملية اللي حجمها 212. فراح يتم وضع العملية اللي حجمها 212 سيتم وضعها في داخل البارتيشن اللي هو الجزء اللي حجمه 500 كيلو بايت. بعد ذلك ننتقل إلى العملية الثانية اللي هي حجمها 417، أيضا نأتي نبحث عن أول فجوة كافية لها. 100 غير كافية، 500 تم تخصيصها، 200 غير كافية، 300 غير كافية، فقط بقت عندنا 600. إذن العملية اللي حجمها 417 كيلو بايت أو كيلو بت سيتم وضعها في الفجوة اللي حجمها 600 كيلو بت. فأيضا نأتي هنا نشوف بأنه ال 417 تم وضعها في ال 600 كيلو بت بارتيشن. نأتي للعملية الثالثة اللي هي 112، أيضا نرجع من جديد إلى نفس التسلسل، هل ال 100 كافية؟ غير كافية. ال 500 تم تخصيصها سابقا، ال 200 نعم هي أول فجوة متوفرة وكافية لهذه العملية اللي هي ايش قد حجمها حاليا؟ 112. إلا أنه هنا شو يقول بأنه طبعا أيضا هذا الشيء يعني يجب أن نأخذه بعين الاعتبار، مثل ما ذكرنا سابقا أكو عندنا ما يسمى بالليفت أوفر هول. يعني هنا الفجوة ال 500 بعد ما خصصناها إلى ال 212 المتبقي من عندها شقد راح يبقى عندنا؟ راح يبقى عندنا تقريبا 300 اللي هو 288 اللي هي 500 ناقصا ال 212. فالعملية ال 112 هذه من أجت خصصناها إلى العملية 288 اللي هي نتجت عن ال 500 ناقصا 212. يعني هنا ال 500 بعد ما خصصناها الى العمليه اللي حجمها 212 المتبقي من عندها 500 ناقص 212 راح يطلع عندنا 288. فهذه ايضا ظهرت عندنا فجوه جديده فارغه سيتم تخصيصها الى هذه الفجوه اللي هي 112. واخيرا وصلت عندنا العمليه اللي هي 426، هذه طبعا وصلت وجدت انه هذه مخصصه، هذه المتبقي منها قليل جدا، هذه طبعا هذه غير مخصصة وغير كافية، هذه المتبقي منها قليل جدا، هذه غير كافية، هذه غير كافية، وهذه غير كافية. فأيضا ال 426 must wait، يعني هذه العملية التي وصلت يجب أن تنتظر لأنه كل الفجوات الموجودة في الذاكرة الكافية بالنسبة لها تم تخصيصها سابقا. طيب هذا ما يخص الفيرست فيت. بالنسبة للبيست فيت الأفضل يعني فيت بالنسبة لها يعني أو أفضل شيء مناسب، أيضا راح يأتي بالنسبة لل 212 راح يبحث عن أصغر فجوة كافية بالنسبة لها. فال 212 أصغر فجوة كافية لها هي ال 300، فراح يتم وضع ال 212 في داخل ال 300. بعد ذلك نأتي إلى 417، أصغر فجوة كافية لها هي ال 500 لأنه يعني أقل فرق بينهما. بالنسبة لل 112 أصغر فجوة كافية لها ولكنها متوفرة يجب أن تكون هي ال 200. وأخيرا بالنسبة لل 426 أصغر فجوة كافية لها ومتوفرة حاليا، 500 تم تخصيصها سابقا، فضلت عندنا بس 600. فال 426 تم وضعها في داخل 600 كيلو. أخيرا الورست فيت راح يأخذ أول عملية ويخصصها إلى أكبر عملية كافية بالنسبة لها. فال 212 راح يتم أكبر واحدة موجودة هي 600. فال 212 وضعناها فيها 600. بعد ذلك بالنسبة لل 417 راح يضعها في أكبر فجوة متوفرة اللي هي 500. فال 417 وضعناها فيها 500. بالنسبة لل 112 أيضا راح يضعها في أكبر فجوة متوفرة، المتوفرة عندنا حاليا أكبر واحد هي 300 أو ال 388 طبعا المتبقية من ال 600، لأنه احنا ال 600 ناقصا ال 212 راح يبقى عندنا 388، فهذه أكبر فجوة يعني متوفرة حاليا. وأخيرا تأتي ال 426،
فتجد انه يعني ليس هناك فجوه كافيه بالنسبه لها، فات ماست ويت، يعني يجب ان تبقى تنتظر. اعتمادا على هذه النتائج اللي حصلنا عليها، راح نجد بانه البيست فيت هي افضل خوارزميه بالنسبه لهذا المثال. طبعا مو شرط تكون هي الافضل في كل المرات، لانه حاليا الفيرست فيت عندنا عمليه بقيت تنتظر، والورست فيت ايضا عندنا عمليه بقيت تنتظر، اما البيست فيت فليس هناك عمليه تنتظر، وبالتالي راح تكون هي افضل عمليه بالنسبه لهذا المثال. المثال الثاني اللي نتحدث عنه ان شاء الله هو انه اذا كان لديك ايضا سوابينج سيستم، واللي بالميموري تتكون من الاحجام المتوفره حاليا، يعني الفجوات المتوفره عندك هي 10 كيلو، 4 كيلو، 20 كيلو، 18، 7، 9، 12 و 15. Which hole is taken for the successive segment request؟ إذا كانت عندك العمليات الواصلة هي 12 كيلو و 10 كيلو و 9 كيلو بالنسبة للفيرست فيت والبيست فيت والورست فيت. بالنسبة للفيرست فيت مباشرة إذا تجي ال 12 تبحث عن أول وحدة كافية بالنسبة لها، ال 10 غير كافية، ال 4 غير كافية، ال 20 هي راح تكون كافية. مباشرة ال 12 كيلو راح يتم وضعها في داخل ال 20 كيلو. لاحظ أنه ال 12 كيلو تم وضعها في داخل ال 20 كيلو. الثانية راح تجي مباشرة العشرة، راح أيضا تجد أول وحدة كافية بالنسبة لها هي العشرة، شيء طبيعي يعني لأنه يعني مساوي لها تماما. فالعشرة كيلو كبروسس راح توضع فيها العشرة كيلو كهول. وأخيرا التسعة كيلو راح أيضا تبحث عن أول وحدة يعني كافية بالنسبة لها، العشرة كيلو هي أولريدي مخصصة، الأربعة كيلو غير كافية، العشرين مخصصة، طلعت أدنى ال 18 هي أول وحدة كافية بالنسبة لها. فالتسعة كيلو بايت أو التسعة كيلو بت سيتم وضعها في داخل ال 18 كيلو بايت أو كيلو بت. بالنسبة للبيست فيت مثل ما ذكرنا راح تبحث عن أفضل فجوة، يعني أصغر فجوة كافية لها. فبالنسبة لل 12 كيلو راح تبحث، راح تجد أكو 12 كيلو مساوية لها، فراح يعني تكون بداخلها مباشرة. بالنسبة لل 10 كيلو أيضا راح تبحث، تجد ال 10 كيلو المساوية لها. وبالنسبة لل 9 كيلو أيضا راح تبحث وتجد ال 9 كيلو موجودة يعني، فراح توضع كل واحدة من أتهن فيها فجوة مساوية لها تماما. وبالتالي ولذلك احنا نسميها البيست فيت، لأنه دائما تكون قريبة جدا من المطلوب، ليس هناك متبقي. يعني هنا بقى عندنا مثلا 8 كيلو فارغة، هنا بقى عندنا 9 كيلو فارغة، في حين هنا ليس هناك أي شيء فارغ، كل الفجوات الموجودة يعني وضعنا فيها عمليات مساوية لها تماما، فليس هناك ليفت أوفر. بالنسبة للورست فيت أيضا مثل ما ذكرنا، أول عملية راح تأتي راح تبحث عن أكبر شيء متوفر. فال 12 راح تبحث، راح تجد ال 20 أكبر وحدة، 12 راح نضعها في داخل ال 20. ال 10 أيضا راح تبحث عن أكبر وحدة متوفرة، هنا الأكبر وحدة متوفرة صارت عندنا 18 بعد أن قمنا بتخصيص ال 20، فال 10 وضعناها في داخل ال 18. وأخيرا ال 9 كيلو راح نضعها أيضا في أكبر شيء متوفر، واللي هو بهذه الحالة ال 15 كيلو. إذا 9K وضعناها في داخل ال 15K. فهنا أيضا تلاحظ بأنه هو worst fit، يعني هناك الكثير من المتبقي في كل المرات. فهذه الأمثلة اللي تأتي دائما يعني كأسئلة على موضوع الفيرست فيت والبيست فيت والورست فيت. هذه المثالين أعتقد أنه توضح الفكرة بشكل يعني كافي، وانتظروا إن شاء الله في الدروس القادمة. شكرا جزيلا، مع السلامة.